أمل قالت لي عن قصتها بالكامل وعرفت شلون تخلص الطب النفسي. بصراحة أنا قلت لها عن خبر وفاة أبوها. الله يرحمه. الله يرحمه. أخوي سالم أنا حبيت أسألك سؤال. تفضل. المرحوم ما عنده معاش أو ورث؟ للأسف مات مديون ومعاشه سحب زوجته سميرة بالكامل. أزين والبيت؟ هم البيت مسجل باسم سميرة. يعني أمل ما لها شيء؟ للأسف والحمد لله ما لها شيء. كان الديانة طالبها لليوم. أخوي سالم الديانة تبي تطالب وحدة مريضة بالطب النفسي. الفلوس تغير النفوس، ما يفرقون بين صاحي ومريض. الناس ما هب الناس يا دكتورة سعاد. صدقت. الله يحمينا من طمع هالدنيا. إلا بسألك دكتورة، شلون أمل الحين؟ ولهت عليها وايد. لا تحاتيها، أمل بخير وإن شاء الله قاعدة تتحسن حالتها وجريب تطلع من المستشفى. الله يسمع منك ولتمني اللي تبينه إذا قدرت تطلعينها من حياته لعيشتها هذه. كل شيء بيد رب العالمين. أنا الله يقدرني وأساعدها إن شاء الله. إن شاء الله.